اليوم نولد المرأة المغربية تثبت حضورها الثقافي والفعلي، فما أجمل أن نحمل هما، والأجمل من هذا الأجمل أن نجد من يتقاسم معنا هذا الهم. هو حلم نأمل أن يكون فيه نوع من التشارك بيننا وبين بلادنا، بيننا وبين المجتمع، بيننا وبين الدولة، مؤسسة المنتخبة، بيننا وبين المؤسسة الشرعية إلى غير ذلك من الشركاء الذين بإمكانهم بطبيعة الحال أن يدافعوا عن نفس القيم ويدافعوا القيم الثقافية والقيم الأخلاقية. عندما اختتم المؤتمر الوطني الأول لرابطة كاتبات المغرب فعالياته بمدينة المحمدية، كانت البداية نحو تحقيق المبتغى المنشود بوضع أول لبنة لمشاركة فعالة في التنمية. المحمدية تعيش عرسا نسائيا بامتياز، بحيث جميع الأطر وجميع الأخوات كلهم داروا اللي في جهدهم واللي أكثر من جهدهم باش ينجح إن شاء الله هذا المؤتمر، ونكونوا كنجروا واحد القافلة ديال الثقافة على الصعيد الوطني على العموم وعلى الصعيد الإقليمي والمحلي لمدينة المحمدية. محطة المحمدية تؤكد بدورها وعي المثقف المغربية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وما مدى إصرارها لتكون إطاراً فاعلاً يساهم بأدوات المعرفة والنضج الفكري في خدمة الرسالة المجتمعية. المؤتمر مر في أجواء جيدة جداً، في أجواء ديمقراطية، في أجواء فعلاً تحسب للرابطة وتحسب للثقافة بالمغرب، والرابطة أكيد ستكون إضافة نوعية للحقل الثقافي بالمغرب، وأكيد باعتبارها أنها تمثل فعلاً ما يصبو إليه النموذج التنموي الجديد. مر المؤتمر في أحسن الظروف وعلى مستوى عالي من الأخلاقيات، وخرجنا فيه باتفاقيات لفائدة المرأة الكاتبة والمبدعة المغربية، كما أعيد ترشيح الأستاذة عزيزة يحضيه عمر لفترة رئاسية ثانية، وبالإجماع كان الجو أدبيا وأخلاقيا وثقافيا على أعلى مستوى، في سلام وفي هدوء وفي محبة. Nous n'avons rien oublié dans notre programme, même la rectification du statut, la rectification du règlement intérieur. Tout a été étudié, tout a été bien fait et bien mené par des femmes de terrain. Même nos ateliers étaient d'un haut niveau. Nous sommes très fiers de ce travail que produisent des dames. Jusqu'à présent, l'écrivaine marocaine n'était pas très connue. Et c'est notre but là, sortir la femme marocaine, écrivaine, poète, que jusqu'à présent on tenait dans l'ombre. يتعلق بالشاعرة وبالروائية وبالناقدة وبالكاتبة في أنماط مختلفة، وبالمبدعات في أشكال تعبيرية أخرى، المسرح والسينما والتشكيل إلى غير ذلك من الأجناس التعبيرية التي نريد أن نوحد فيها الرؤية من أجل الدفاع عن المرأة المثقفة. تشرف أن أمثل جهة سوس مساء الجهة سوس العالمة، وأن أكون أنا بالأدب الحساني بالجنوب بالصحراء بعمق الصحراء المغربية أن أمثل جهة سوس وأمثل الأمازيغية الذي تعتبر تكامل وغنى للجنوب الذي يزيد وإضافة للثقافة المغربية بشكل عام. نتشرف بالانضمام لكاتبات رابطة كاتبات المغرب وبتجديد الثقة في الرئيسة عزيزة عمر يحضيه. عمر يحضيه التي كان عملها دؤوبا واستطاعت أن تجمع الفروع من مختلف المناطق المغربية العزيزة، وكان حقيقة مؤتمرا ناجحا.
الجهات الممثلة من جهة الصحراء إلى جهة طنجة إلى مكناس إلى يعني جهة مراكش إلى كافة الجهات الحسيمة إلى غير ذلك من الجهات الممثلة بكاتبات يحملن نفس الشعار، يحملن نفس السؤال، يحملن نفس الهم، يحملن نفس الرغبة في التطور، يحملنا نفس الرغبة في التشارك، يحملنا نفس الرغبة في التقدم، يحملنا نفس الرغبة في بناء المغرب الذي ينبغي أن يكون هو المغرب الذي يبنى بالعنصر الثقافي بالدرجة الأولى بالفكر. Je suis vraiment très fière de faire partie du conseil des écrivains de la Ligue des écrivaines de Fès pour représenter cette ville ô combien inspirante et inspirée. Et je suis fière d'appartenir à cette commission culturelle et intellectuelle par excellence pour pouvoir transmettre des messages de beauté, de créativité, de bonheur et de compétence de toutes les femmes, mais surtout côtoyées par les hommes. Et je suis fière de ce vraiment congrès qui, dans lequel on a tout dit, on a tout éprouvé. Et on a quand même un programme à long terme qu'il faut absolument réaliser et frapper à toutes les grandes portes pour pouvoir être à la hauteur de cette mission qui n'est pas aussi facile que l'on pense. همنا الوحيد هو رفع الحيف عن المرأة في الجنوب لأن لديها ما تعطي لكن بحكم الثقافات والتقاليد لا تستطيع الخروج لكن نحن استطعنا أن نخرجها من ذاك الحيف ورفعنا عنها تلك القواعد المكبلة وتلك الصورة النمطية الموجودة في الجنوب الشرقي خصوصا ونحن سعيدات جدا هنا فرع تنغير فرع زاغورا فرع الراشدية فرع ورزازات بكل فرح وسرور مع الثقافة وحمل المشعل لرابطة كاتبة المغرب برئاسة السيدة عزيزة يحضيه عمر. دارت أشغال هذه الورشة بقاعة المرحومة دكتورة توريا اللي هي. اختتم اليوم المؤتمر الوطني الأول التأسيسي لرابطة كاتبات المغرب أشغاله والجميل جدا هو هذا تنامي الوعي لدى الكاتبة المغربية سواء كانت عالمة أو مفكرة أو باحثة أو كاتبة أو مهتمة بالشأن الثقافي على صعيد المحلي أو الجهوي وكذلك الوطني ومن خلال الفروع مغربية العالم. الانتظام اللي كان، المودة، الإقبال على الاشتغال ليل نهار بدون كلل، المساهمة والمشاركة في تفعيل الميثاق العام للرابطة وكذلك المشروع الثقافي كانت بالنسبة لنا إضافة كبيرة. وعي يتنامى على الجهات المعنية أن تأخذ هذه الإشارات بعين الاعتبار وكذلك حتى على صعيد الإحصائيات بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط وحتى كذلك بالنسبة لبعد التنموي وخاصة في التنمية البشرية بالنسبة لكل البرامج الحكومية. وجدنا اليوم في كل المثقفات وفي كل المثقفين الذين تبنوا وحملوا معنا هذه الفكرة وجدنا في أعينهم تقاسما لهذا الهم الجميل الذي يحمل أملا في تغيير المغرب الثقافي إلى الأجمل وإلى الأحسن.